بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم جميعا وتحياتي لكم جميعا ووحشتونا جدا. النهاردة هنعمل لكم أكلة جميلة إن شاء الله اللي كلنا بنحبها اللي هي الفتة المصرية على الطريقة المصرية. عايزين مع بعض كده هنشوف واحدة واحدة هنقول المكونات بتاعتنا. عندي الرز، عندي العيش النهاردة أنا جايبه جاهز محمص، وعندي البصل وعندي الطماطم وعندي طماطم البوريه اللي هي الصلصة والزبدة والملح والفلفل والثوم بتاعي. هنبدأ مع بعض واحدة واحدة. عندي اللحمة أنا مجهزها من قبلها بشوية، لحمة بيف أو ممكن تمشي لحمة ضاني أو لحمة بتلو زي ما أنا عايز أعملها براحتي. إحنا هنعملها النهاردة بلحمة البيف اللي هي الضلوع مع الريش مع الدهن شوية فيها، على أساس أن أنا عايز بيون اللي هي الشوربة، بيون اللي هي الشوربة كويسة عشان هسقي بيها العيش بتاعي. أدي اللحمة بتاعتنا على النار ونعمل الرز الأبيض اللي هنحطه على وش الفتة ونشوف واحدة واحدة هنبدأ ونعمل إيه. هنعمل الرز، شوية الرز صغيرين جمال كده على الوش. حطوا شوية زيت كده على النار مع معلقة زبدة للرز. وحط مقدار اللي أنا عايزه من الرز على قد طبق جميل كده ولذيذ. هو ده كوباية الرز اللي أنا عايزها. وأجهز معلقتي اللي أنا هشتغل بيها. شغلت النار بتاعتي والرز بتاعي عندي جاهز، وهكسر العيش بتاعي ده واحدة واحدة مع الطبق اللي أنا هقدم فيه الطبق بتاعي. العيش اهوت واحدة واحدة كده. العيش ده ممكن تحمصه مع زبدة وثوم مفروم ناعم وشوية ملح وفلفل وكزبرة ناشفة في الفرن. أنا عندي أهوت العيش بتاعي أهو متحمص جاهز، وممكن يعني مش سهل جدا تجيب عيش بلدي أو عيش أي عيش عندي أحمصه وأحطهم في الفرن ويتحمص معايا وأعمله. هذا زي ما احنا شايفين اهوت الفتة بتاعتنا اللي كلنا بنحبها، ورغيف كمان برضو. زي ما انا بعمل اهوت واحدة واحدة. الفتة دي اكلة جميلة جدا واكلة كلنا بنحبها، واغلبية الشعب المصري بيموت فيها، وستات البيوت اساتذة فيها، وكل الناس كويسين فيها. ويمكن تاخدوا معلومة جديدة، شكل جديد، حاجة كويسة مع بعض كده. واحنا هذا العيش بتاعي انا كفاية كده اللي انا عايزه. واركنه على جنب واعمل الرز بتاعي واحدة واحدة مع بعض. هذا الرز حطيته على النار وهقلب واحدة واحدة. وادي له ملح وشوية فلفل أبيض. ادي الملح وشوية فلفل أبيض، وهدي تقليبة. وأجهز البيون بتاعي اللي هسقي بيه الرز. ممكن هسقيه من البيون بتاع اللحمة اللي عندي، شوية يعني عشان بقاش تقيل قوي ودسم قوي. ممكن أحط شوية بيون وشوية شوربة من اللحمة بتاعتي. هياخد هدي سن الديون اهيت، واكمل الباقي شوربة اللي عندي.
واسيبه يستوي على نار هاديه. هد عليه النار بقى كده واسيبه يستوي مع نفسه واحده واحده. واغطي اللحمه بتاعتي تكمل سواها شويه، ونعمل الصوص بتاع الفته. صوص الفته يا جماعه هنعمله مع بعض: طماطم الفريش، نقي الطماطم الحمراء الجميله اللي هعمل بيها الصوص، واقطعها اي تقطيع برضو لاني هضربها في الخلاط. عصير طماطم، زي ما احنا شايفين، واللحمة بتاعت هنقلها كده على نار هادية. وهضرب الطماطم دي في الخلاط مع بعض واحدة واحدة كده، مع شوية مية صغيرين. أضيف شوية مية، وهضربهم كده. انا ضربت الطماطم وجهزتها معايا، اركنها على جنب واجهز الصوص بتاعي واحدة واحدة. بصوا بص على الرز مع بعض كده، الرز بيتشرب اهو. نقله على نار هادية شوية، واللحمة برضه هنقلها على نار هادية، وأجهز التقطيعات بتاعة صوص اللحمة معايا. إيه هي التقطيعات بقى؟ التوم الجميل الفريش لازم يكون توم سليم عشان يبقى لسه محتفظ بالريحة والمكونات بتاعته. ثوم مفروم، افرمه فرمه كده يعني، مش لا ناعم قوي ولا خشن قوي، عشان انا عايز الثوم ده يبان معايا في الصوص الفته بتاعتنا الشرقيه المصريه. واجهز النار بتاعتي اللي هي هعمل فيها الصوص، وهدي شويه زيت على النار. ومع بعض واحدة واحدة كده نسقي العيش بتاعنا بالشوربة بتاعتنا. هسقي العيش بتاعنا اهوت. طبعا اللحمة دي متقطعة معاها بوكي جرنيه، كرات وكرفس وبصل وجزر، وهنسقي العيش واحدة واحدة اهوت عشان يشرب، وادلعه معايا. انا عايز شوربه دسمه، زي ما احنا شايفين اهوت.
خلاص كده أنا سعيد. العيش بتاعي وأسيبه يشرب من الشوربة الجميلة بتاعتنا بتاعت اللحمة، واركنه على جنب على ما يشرب منها كده، ونشتغل في الصوص اللي هو بتاع الفت. أول حاجة أنا بسخن الزيت بتاعي أهوت، وهضيف التوم، وبعد كده سنة خل بالراحة أطفي بيها المكون بتاعي، وعصير الطماطم، واسيبهم يتسبكوا على النار. ادي التومه بتاعتي زي ما احنا شايفين، وهدي تقليبه. انا عايز التوم بتاعي يبقى لونه ذهبي وجميل ولذيذ. هدي تقليبه واحده واحده، ونبص بصة مع بعض على الرز عمل ايه. الرز الجميل استوى اهو معايا. هطفي عليه النار، وكده الرز عندي جاهز، ونكمل صوص الفتة مع بعض. انا عايز اللون الذهبي ده، اللون الحلو ده زي ما احنا شايفينه اهو. وهضيف الخل ويديني الريحة الجميلة. ادي سنة الخل مع الطماطم، وصلصة الطماطم البورية. وهدي تقليبه تقليبه كده واحده واحده. وابدا اظبط الملح والفلفل بتاعي. ملح وفلفل، ادي ملح وسنة فلفل أبيض، وشوية كزبرة ناشفة اللي هي الدراي، وأقلب تقليبة كويسة. وأسيبها براحتها خالص تتسبك وتتظبط معايا، ونشوف الرز بتاعنا واللحمة بتاعتنا عملوا ايه دلوقتي. هذه الطبق بتاعنا اهو، ونشوف الرز اللي هنحطه مع الفت. خلاص كده انا جاهز. العيش شرب معايا الشوربة اهيت، وهفض عليه الرز واحدة واحدة. ممكن وانا شغال كده بعمل في الاول برضو، ممكن اسقي العيش بتاعي شوية صلصة، واللي انا عاملها بالثوم والتسبيكة اللي انتوا شايفينها على النار. كده غرفت الرز اللي عندي وحطيته على العيش اهوت زي ما احنا شايفين. ادي الطبق بتاعي كده قرب يخلص، عايزة سنة ملح. خلاص كده انا بفنش الصوص بتاعي اهوت، واللحمه عندي جاهزه، وهنبدا ننهي الصوص والفينش بتاعنا. الفته يا جماعه دي الواحد وهو في البيت طبعا ما
مع ولاده ومراته والعيلة في رمضان. الواحد بيبقى شغال وبيبقى تعبان وطول النهار صايم، عايز يصلي الصيام شوية، فطبعا بيخش المطبخ شوية ما يكون عندنا عزومة. إخواتي غالين عليا جدا، بأجهز لهم شوية فتة حلوين كده مع اللحمة والصوص والدكور بتاع الطبق أو الطاجن اللي أنا عامله في الفتة. وعندي ولادي برضو بيموتوا في الفتة، محمد وملك وعبد الحميد، ونشوف مع بعض هنفنش الطبق ازاي ونجمله ازاي ونظبطه ازاي. عملت انا الفتة اهيت وهي هفنشها معاكم واحدة واحدة. اطفي النار عليها خلاص كده ونشوف مع بعض. طبعا طبق جميل جدا، لازم الواحد يتلذذ ويعمل حاجة كويسة وشكل حلو مع التقديم والديكور والشكل اللي أنا عايزه. طعمه الشكل بقى ده بتاع أنا أفنشه زي ما أنا عايز. خلاص كده خلصت كده ايه طبق اهو. الريحة والطعم والجمال زي ما احنا شايفين. ونحط اللحمة بتاعتنا واحدة واحدة. عايز اعملها باللحمه الضاني ماشي، عايز اعملها باللحمه البتلو ماشي، عايز اعملها باي لحمه متاحه عندي بعملها، ما فيهاش اي مشكله. اطلع بقى اللحمه بتاعتي. لو عايز احمرها في طاسه يفضل ان انا احمرها في طاسه، عايز اطلعها زي ما هي كده ممكن اطلعها زي ما هي كده، بس انا افضل ان انا ايه اديها تلميعه في الطاسه كده اديها تحميره بسيطه كده. احط شويه زبده وزيت على النار ومعلقه زبده صغيره. واقلب تقليبه واجيب معايا معلقه مصفى كده عشان اطلع بيها اللحمه واحده واحده. وانا بحمرها كده اشوف فيها عايزه ملح وفلفل، هي واخده ملح وفلفل والطعم والشكل اللذيذ ده. تسخن بس ونعملها بالملح والفلفل بتاعنا. لو عايز اطلعها زي ما هي كده هطلعها زي ما قلنا، بس لازم يعني انا شايف انها ايه تتشمط شويه تاخد لون شويه واملحها. عشان تديني طعم احلى واحلى. انا بحبها لحمه ملبسه كده بتديني بيون وشوربه كويسه قوي للحمه. لطبق الفتة اللي معانا هديها سنة ملح وفلفل صغيرين. الطبق ده جميل جدا وكلنا بنموت فيه وبنحبه، وشوية الملح والفلفل الأسمر ده هو أساس اللعبة بتاعت المطبخ. وهدي تقليبة
يا جمال الطبق، واللي هيدوق الطبق ده هيعجبه قوي وهيدعي لي من كل قلبه وهيحبني زيادة ويدلعنا. اهي ادي اللحمة بتاعتنا اهي كده جاهزة ان انا هغرفها مع بعض في الطبق بتاعنا. ممكن احمر شوية زيادة عن كده، بس انا شايف كده خلاص كده كويس قوي. اطفي النار وفنش الطبق بتاعي. اللحمة بتاعتنا اهيت، زي ما احنا شايفين كده. انا خلصت الطبق بتاعي واللحمة. ندي بقى ديكور صغير كده، حاجة جميلة كده لذيذة تنطق لي الطبق اللي أنا عايزه. طبق أبيض واللحمة على زي ما انتم شايفينها، والصلصة اللي هي اللي أنا عملتها اللي هي بتاعة الفتة. عايز أدي ديكور يظهر لي الطبق أكتر شوية. هدي فلفل زي ما احنا شايفينه أهوت، قرن فلفل صغير كده للجرنش بتاعي. بس حاجة بسيطة تنطق لي الجرنش واللون بتاعي، تكسر لي اللون بتاعي اهوت. شكلي زي ما انا عايز. اهو واحدة واحدة. تمام كده عملت شكل وردة كده صغيرة كده، حاجة لذيذة تدلع معايا الطبق اللي انا عامله. ويا رب يعجبكم وتدوقوه كده وتبقى حاجة كويسة. وخدنا معلومة جديدة كده. أنا خلصت الطبق بتاعي وفنشته، ونقول المقادير مع بعض زي ما احنا عملناها. العيش بتاعي محمص، اللحمة بتاعتي على النار مع بوكي جرنيه استوت، وكسرت العيش وسقيته بالبيون. وبعد كده عملنا الصوص بتاعنا اللذيذ اللي هو الطماطم فريش وطماطم الصلصة والثوم بتاعي اللي بيديني الريحة والجمال والشكل بتاعي. وغرفنا الطبق زي ما احنا مع بعض كده واحدة واحدة، وديته ديكور بسيط سهل كده. وعايز احط ليمون ولا عايز احط اي حاجة تاني في الطبق براحتي. عايز اعصر عليها ليمون، في ناس بتحب الليمون عليها وفي ناس بتاكلها كده مع الخل وطشة التوم اللي احنا عملناها. ويا رب نعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.